بالنسبة للقضية مهمة جدا، تنشكر اللي سول قطاع الاتصال. أولا قطاع الاتصال بجميع مكوناته وبجميع موارده البشرية لا زال موجودا كما هو، فقط حذف اسم في إطار هيكلة جديدة للحكومة. وأنا عملت لقاء رسمي مع القطاع وتحددت معهم وطمئنتهم على أوضاعهم وأن الأمور ستبقى كما هي، فقط أنها ستصبح هذه المؤسسات كلها منضمة إلى وزارة واحدة، وسنهتم بالقطاع كما كان. بالأكثر من ذلك، فأنا سأعمل جلسات مع المكونات، جلسات مع موارد البشرية كلها حتى على مستوى الأقسام وعلى مستوى المدراء، ومع المجلس الوطني للصحافة ومع النقابة الوطنية للصحافة ومع كل مكون ممكن أن يضيف قيمة مضافة للتواصل والإعلام ببلادنا، وبالتالي هناك اطمئنان كامل. وأكثر من ذلك، فجميع الأشياء اللي كانت عالقة فنحن أعطينا الأوامر لتسريعها، بما في ذلك المنشورات، بما في ذلك لجنة الدعم، ونحن ندرس كل يوم الإشكاليات ونحاول أن نحلها إن شاء الله. في ظرف وجيز سيبقى قطاع الاتصال كما هو، مع تقديري له الشخصي الخاص، لأنه لا أعرف أن قيمة الاتصال مهمة.